بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي للجميع. نماذج من حياة أولياء الله الصالحين، بعض من رجال الصوفية الأصفياء، صفاء الماء في اليم. النموذج الثاني إبراهيم ابن أحمد الخواص أبو إسحاق، أوحد المشايخ، صاحب أبا عبد الله المغربي، وكان من أقران الجنيد والنوري. مات بالري سنة 91 و200. قيل مرض بالجامع وكان به علة القيام، وكان إذا قام يدخل الماء يغتسل ويعود إلى المسجد ويركع ركعتين، فدخل مرة الماء فخرجت روحه فيه، وله رياضات وسياحات وتدقيق في التوكل. وكان لا يفارقه إبرة وخيوط وركوة ومقراض، وقال: مثل هذا لا ينقص التوكل، لأجل الإعانة على ستر العورة. وإذا رأيت الفقير بلا ذلك فاتهمه في صلاته. ذكر هذا الخبر الخطيب في تاريخ بغداد بسنده، قال: سمعت الفرغاني يقول: كان إبراهيم الخواص مجردا في التوكل يدقق فيه، وكان لا يفارقه إبرة وخيوط وركوة ومقراض. فقيل له: يا أبا إسحاق، لم تحمل هذا وأنت تمنع من كل شيء؟ فقال: مثل هذا لا ينقص التوكل، لأن لله علينا فرائض، والفقير لا يكون عليه إلا ثوب واحد، فربما يتخرق ثوبه، فإذا لم يكن معه إبرة وخيوط تبدو عورته فتفسد عليه صلاته، وإذا لم يكن معه ركوة تفسد عليه طهارته. وإذا رأيت الفقير بلا ركوة ولا إبرة وخيوط فاتهمه في صلاته. ومن كلامه: دواء القلب 5: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. وقال: من لم تبكي الدنيا عليه لم تضحك الآخرة إليه. وقال: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العالم من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن، وإن كان قليل العلم. روي عنه أنه كان إذا دعي إلى دعوة فيها خبز بائت أمسك يده وقال: هذا قد منع حق لله فيه، إذا بات ولم يخرج من يومه. وقال: تاه بعض أصحابنا أياما كثيرة في البادية، فوقع على عمارة بعد أيام، فنظر إلى جارية تغتسل في عين الماء، فلما رأته تجللت بشعرها وقالت له: إليك عني يا إنسان. فقال لها: كيف أذهب عنك والكل مني مشغول بك؟ فقالت له: في العين الأخرى جارية أحسن مني، فهل رأيتها؟ فالتفت إلى خلفه فقالت له: ما أحسن الصدق وأقبح الكذب، زعمت أن الكل منك مشغول بنا وأنت تلتفت إلى غيرنا. ثم التفت فلم ير أحدا وقال: قرأت في التوراة: ويح ابن آدم، يذنب الذنب ويستغفرني فأغفر له، ثم يعود ويستغفرني فأغفر له. ويحه، لا هو يترك الذنب ولا هو ييأس من رحمتي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. وقال: أعجب ما رأيت في البادية، أني نمت على حجر فإذا بشيطان قد جاء وقال: قم من هنا. فقلت: اذهب. فقال: إني أرفسك فتهلك. فقلت: افعل ما شئت. فرفسني فوقعت رجله علي كأنها خرقة، فقال: أنت ولي الله، من أنت؟ قلت: إبراهيم الخواص. قال: صدقت. ثم قال: يا إبراهيم، معي حلال وحرام، فأما الحلال فرمان من الجبل الفلاني، وأما الحرام فحيتان مررت على صيادين فتخاونا فأخذت الخيانة، فكل أنت الحلال ودع الحرام. وقال منشار الدينوري: كنت يوما في مسجدي بين النائم واليقظان،
فسمعت هاتفا يهتف: إن أردت أن تلقى وليا من الأولياء فامض إلى تل التوبة. قال: فقمت وخرجت فإذا أنا بثلج عظيم، فذهبت إلى تل التوبة فإذا إنسان قاعد مربع على رأس التل وحوله خال من الثلج قدر موضع خيمة، فتقدمت إليه فإذا هو إبراهيم الخواص، فسلمت عليه وجلست إليه فقلت: بماذا نلت هذه المنزلة؟ فقال: بخدمة الفقراء. ومن شعره: صورت على بعض الأذى خوف كله، ودافعت عن نفسي لنفسي فعزت، وجرعتها المكروه حتى تدربت، ولو جرعته جملة لاشمأزت. ألا رب ذل ساق للنفس عزة، ويا رب نفس بالتذلل عزت. إذا ما مددت الكف ألتمس الغنى، إلى غيري من قال اسألوني فشلت. أصبر جهدي إن في الصبر عزة، وأرضى بدنيائي وإن هي قلت. وقال جعفر ابن محمد: بت ليلة معه فانتبهت فإذا هو يناجي إلى الصباح وينشد ويقول: برح الخلفاء وفي التلاقي راحة، هل يشتفي خل بغير خليله؟ وقال: عليل ليس يريه الدواء، طويل الصبر يضنيه الشقاء، سرائره بواد ليس تبدو، خفيات إذا برح الخفاء. وروي أنه تأوه فقال له بعض أصحابه: ما هذا؟ فقال: أوه، كيف يفلح من يسره ما يضره. وأنشأ يقول: تعودت مس الضر حتى ألفته، وأسلمني حب العراء إلى الصبر، وقطعت أيامي من الناس آيسا لعلمي بصنع الله من حيث لا أدري.